خليني اقول بس لحضراتكم خبر يعني هو ليس سعيدا لجمهور النادي الاهلي شويه. الاشعه تثبت اصابه محمود متولي بشد في العضله الخلفيه واستبعاده من معسكر المنتخب. اثبتت الاشعه التي خضع لها محمود متولي لاعب منتخب مصر اصابته بشد في العضله الخلفيه بعد شعوره بالام في العضله، ليتم استبعاد متولي من معسكر المنتخب ويخرج من حساباته ديت بلجيكا المقرر ليها 18 نوفمبر الجاري. وانطلق صباح الاثنين معسكر المنتخب، فكل التوفيق لمنتخبنا الوطني، ولكن يعني الف سلامه لكابتن محمود متولي، واحد من اللاعبين اللي حقيقه ادوا خلال الفتره الاخيره بشكل جيد جدا جدا داخل النادي الاهلي، وكنا نتمنى الحقيقه انه يكمل مشواره. النادي الاهلي لسه عندنا اجازه، ولكن كنا طبعا نتمنى ان يتواجد مع المنتخب في مباراه بلجيكا، ولكن للاسف الشديد